مساكم الله بالخير يا متابعين مركز العاصفة. حاب أبشركم إن شاء الله يا رابع على حسب آخر التحديثات، ما شاء الله مبشرة الفترة الجاية إن شاء الله. متوقع الحالة اللي هي تقريبا بتأثر على مناطق، بعض مناطق الدولة اللي هي بتكون من تاريخ 26 إلى 27، احتمال أن في تأثيرات غير مباشرة قبل تأثير الحالة، يمكن تاريخ من تاريخ 22 وانت ساير، لكن تأثير الحالة يبدأ اللي هو التأثير الرسمي يبدأ تقريبا من 26 إلى 27، وبعد هذه الحالة إن شاء الله حالة طيبة إن شاء الله أنها تصدق ونشوفها على الأرض، طبعا تصدق التوقعات ونشوفها على الأرض الواقع، عسى الله يثبتها ويرزقنا إن شاء الله الخير الوفير على الدولة. مناسبة الحملة اللي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأجمل شتاء في العالم، طبعا في الإمارات، نحن عبر منبر مركز العاصفة إن شاء الله راح نكون داعمين وكل الدعم لهذه الحملة ولهذا المسمى لشتاءنا هذه السنة، وأتمنى الكل يبادر في المسمى في ناحية الهاشتاج الأمور، يعني الأشياء اللي تخص مسمى أجمل شتاء في العالم، صور جمالية البلاد من جميع الأشياء الجميلة في البلاد صورها، فالهاشتاج لا تنسونا إخوان، الكل أتمناه يتكاتف في هذه الحملة إن شاء الله. شتاءنا هذه السنة أجمل شتاء في العالم.